حصدت المستشفيات الحكومية 3 جوائز إقليمية من قبل اتحاد المستشفيات العرب في مجال سلامة المرضى. سلمها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الإماراتي ضمن جوائز المبادرات الذهبية. نعم، هذا التكريم يمنح للمستشفيات أو المؤسسات الصحية أو الأفراد الذين أظهروا التزاما استثنائيا وحققوا إنجازات ملموسة في مجالات محددة مثل سلامة المرضى والتحول الرقمي وتحسين جودة الرعاية الصحية. بهذه المناسبة أكدت سعادة الدكتورة مريم عبد الجلهمه الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة لتعزيز سلامة المرضى، حيث عمل قسم الجودة وإدارة المخاطر منذ مطلع العام الجاري على وضع عدد من المبادرات، منها تطبيق أفضل الممارسات في سلامة المرضى من خلال تبني بروتوكولات سلامة صارمة.